بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام الحجة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى في القطب الثاني من مستصفاه، في الركن الأول منه، ألا وهو الكتاب، وهذا الكتاب ذكر فيه عدة مباحث ختمها بمبحث الأحكام فيه، والأحكام قال هي عدة أنواع، لكن نقتصر على ذكر الناسخ والمنسوخ. في الدرس السابق سبق لنا تعريف أو ضبط مفهوم النسخ، ثم انتقل الشيخ إلى الفصل الثاني من كتاب النسخ. فالفصل الأول كان في حقيقته، والفصل الذي معنا الآن ونتناوله إن شاء الله في إثبات النسخ على منكره. فنقول: الشيخ رحمه الله كعادة من سبقه ممن ألف في علم الأصول وتابعه من جاء بعده يريدون هذا المبحث، ألا وهو مبحث إثبات النسخ على منكره، إلا أنهم يختلفون في موطنه من كتاب النسخ. فعادة المتقدمين كأبي بكر الجصاص في الفصول، وهو أقدم كتاب أصول وصلنا الآن، أقدم كتاب هو إيش؟ الفصول للجصاص، مطبوع الكتاب. وكالإمام الباقلاني في تقريبه، لكن للأسف التقريب الذي فيه جزء النسخ غير موجود، فنحيل على إيش؟ على مختصر أو التلخيص للإمام الجويني الله يرضى عليك. فهؤلاء جعلوا هذا المبحث من أواخر مباحث النسخ، لكن من لدن الإمام الجويني فالغزالي ثم الذين جاءوا بعدهم يلحقون هذا الباب بأول مباحث النسخ، أي بعد التعريف، كما هو صنيع المصنف هنا. طيب، إثبات النسخ على منكره، لم يهمله أحد ممن ألف في الأصول هذا المبحث، لكن ماذا يتناولون في هذا المبحث؟ كلهم في هذا المبحث يتناولون مسألتين اثنين: مسألة من ينكر النسخ رأسا، ومن ينكر النسخ وقوعا. لا يوجد نسخ، ولا يوجد أو يجوز عقلا، ولكن الوقوع لم يحصل. ويحصر الخلاف في هذين المسألتين، أما الأولى فتحصر في خلاف اليهود، وأما المسألة الثانية فتحصر في طائفة، أو كما سماهم الشيخ عندكم شردمة. وبالتتبع علمنا أن هذا المقصود هنا هو أبو مسلم
الأصبهاني أحمد بن بحر معتزلي، أضاف لنا الإمام الجويني في برهانه قال: وغلاة الرافضة. فإذن حصر الخلاف في هذه في هؤلاء الطوائف الثلاث. طيب، قلنا أول كتاب في الأصول عندنا هو لمن؟ الجصاص. الإمام الجصاص رحمه الله وهو فحل صاحب أحكام القرآن، وكذلك كتابه هذا والفصول يعتبر مقدمة لإحكام القرآن، فصول كله يعتبر مقدمة لكتاب إحكام القرآن. لما تناول هذه المسألة وتعاطى خلاف اليهود والرد عليهم كأنه استدرك فقال: واعلم أننا نحن نتكلم في علم الأصول، نتكلم في علم الأصول، والذي جرنا إلى هذا أننا وجدنا من أهل القبلة من وافق اليهود في قولهم، فاستدرجنا في الكلام في الرد عليهم. واضح هذا الالتماس؟ يعني الأصل نحن أردنا نرد على من أهل القبلة من أنكر النسخ، وهو بهذا موافق لليهود، فاضطررنا إلى أننا إيش؟ نرد عليهم. قال: وجرت عادة من كتب، كأن الذين كتبوا حتى قبل الجصاص في علم الأصول أو في غيره ممن تناولوا النسخة، حتى قال: وقد رد على اليهود بما لا قدرة لهم في الرد عليه. واضح إلى هنا التمهيد؟ طيب، لكن وقفنا على رجلين اثنين من الكبار لم يمنعهم توارد علماء الأصول على المسألة بأن يدلوا برأيهم فيها. الأول لا أدري في الزمان، لكن الأول وهو الإمام أبو حفص البلقيني المحدث الشافعي القاهر الفاضل، هذا الإمام البلقيني سراج الدين، فيما نقله عنه تلميذه البرماوي في كتابه في شرح الألفية الأصولية. الإمام البرماوي عنده ألفية ممتازة في الأصول وهو شرحها، ينقل في كتابه هذا. وهذا القول كذلك نقله العطار في حاشيته على جمع الجوامع. نقدم الآخر لأنه أسندها إلى شيخه. قال: وقال شيخنا البلقيني: إن ذكر علماء الأصول لخلاف اليهود في هذه المسألة ليس على الجادة، إذ أن علم الأصول هو علم متعلق بالمسلمين بل بالمكلفين، فكوننا نخاطب من ليس بمسلم كاليهود في علم الأصول فليس هذا على الجادة، ومحله علم الكلام. لاحظت كيف الناس، رغم أن شوف الإمام الغزالي أوردها والجويني والجماعة والباقلاني، لكن هذا مرتضى هذا الطريق، وافقه على هذا الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله في ضروريه. فإن الذين تعاطوا المستصفى كعادتنا في الدرس الموفق وبعده الطوفي وابن رشيق، هؤلاء ساير الشيخ في إيراد المسألة. لما جاء ابن رشد في ضروريه قال: واعلم أن إثبات النسخ عقلاً ومن حيث وقوعه ليس من محل نظر الأصول، هذا محله آخر،
الخلاف مع اليهود هذا محله علم الكلام، والخلاف الآن من كلام ابن رشد نص على مسألتين في هذا الباب، مسألة الجواز العقلي ومسألة الوقوع. تتبع الوقوع سوف يأتي معنا الشيخ بدأ يسرد الآية والأخرى، فهو نزل الآن إلى إيش؟ نزل إلى الفرع، وعلم الأصول لا يتناسب معه الفروع بالآية الفلانية. وإن قالوا قلنا هذا ليس علم أصول، واضح؟ فقال فكلا هذين المبحثين ليس من مباحث علم الأصول. وما قاله الشيخان البلقوني وابن رشد قد صدقا فيه، فإن مناقشة اليهود في كونهم ينكرون النسخ ثم تجد أن علماءنا يتعاطون وهم ثلاثة طوائف، من أنكر كلا، ومن أنكر السمع دون الوقوع، ومن أنكر الجواز. هذا خلاف. طيب، قلنا بأن الجصاص أبدى نوع عذر، وأنه هو السبب الذي جرنا في الرد على اليهود. هو مين؟ هو هذا أبو مسلم. هذا مين؟ أبو مسلم، هذا الأصبهاني. طيب، الإمام أو هذا الرجل، وكان قالوا وله تفسير كبير وله كتاب في الناسخ والمنسوخ، والذي فصل في ترجمته قليلا في كتاب الأصول هو الإمام ابن السمعاني في قواطعه، وهو من تلك المنطقة، هو أدربي وإن كان سابق له بكثير. قال وكان رجلا ذو علم، ولكن ما أدري كيف قال هذه المقولة، وعدد كتبه. طيب، هذا الرجل الذي هو أبو مسلم في كتب الأصول عند أهل السنة لما يروون عنه ثلاثة أقوال. الإمام سليم الرازي في تقريبه، والإمام الشيرازي في لمعه أو في شرحه للمع، قال وأنكر أبو مسلم الجواز، واضح؟ الإمام الآمدي وتابعه ابن الحاجب قال وأبو مسلم أنكر الوقوع، يجوز عقلا لكن لم يقع في الشرع. الآخر قال لا يجوز أصلا أن يقع. والإمام الرازي في محصوله ينقل عنه أنه أنكر وقوع النسخ في القرآن. إذن حتى النقل على هذا الرجل فيه اضطراب عندنا. الاضطراب الثاني، وقد عقد له الإمام القرافي في فصوله في نفائسه مبحثا أخيرا ختم به هذه المسألة، قال فصل وقد اضطرب في اسمه، فقيل عمرو بن يحيى، وقيل أحمد بن عمر، وقيل محمد بن بحر. وأحمد بن بحر يوافق مين؟ اسم مين؟ الجاحظ. ولهذا تجدون في كتب كما كتب بعض السادة الحنفية بل وغيرهم يقولون وهو الجاحظ، لأنه يوافقه في المنطقة ويوافقه في الاعتزال، إلى أن وقفنا على كتاب الإمام السبكي. وهذا رجل كان متتبع لكتب علم الأصول ومولع بها، قال وقد وقفت على تفسيره، وهو هكذا الأحكام في التنزيل، كتاب ضخم، وأكثر من ينقل عنه هو الإمام الرازي في تفسيره. يقول السبكي وقد وقفت على كتابه واعلم بأنه ليس هو الجاحظ، فإن هذا وإن كان وافقه في الاسم وفي الكنية وفي المذهب الاعتزالي فإنه ليس هو إيش؟ ليس هو الجاحظ، بدليل الذين وقفوا على كتب الرجل. طيب، هذا لا ذكره في الرفع. الآن هذه نحن نقدم الآن إلى أن نبدأ مع سيدنا الإمام الغزالي كيف تناول المسألة.
الإمام الغزالي قال: المنكرون إما الجواز وإما الوقوع. صح هكذا قال الشيخ؟ إما اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه، والمنكر إما جوازه عقلا أو وقوعه سمعا. أو وقوعه سمعا، فيه من أنكر الجواز وفيه من أنكر يعني لا يجوز أصلا، لا يصح في العقل. والوقوع العقل يقبل ولكنه إيش؟ لم يقع. نبدأ بعكس ما قاله الشيخ. إذا جئنا إلى الوقوع، إذا جئنا إلى إيش؟ إلى الوقوع، اقرأ ماذا قال في الوقوع. قال رحمه الله: وأما النص وأما وقوعه سمعا فيدل عليه الإجماع والنص. طيب، يدل عليه إيش؟ الإجماع والنص. ما معنى النص؟ أي الآيات التي نصت؟ طيب، الإمام الهندي في نهايته يعني لمح للإمام الغزالي على أن هذا النوع من ترصيب الأدلة عليه إشكال، وهو أنك إن دللت لنا بالوقوع، إن دللت لنا بإيش؟ بالوقوع. طيب، ما الوقوع دليل الجواز؟ فليش تحتاج أنك تبين لنا الجواز العقلي؟ لاحظت كيف يعكس الدليل؟ لأن أنت قد تبين لي بأن هذا يصح عقلا، لكن إن جئت وبينت بأنه يصح إيش؟ أنه واقع، فما كلامك الأول كله قد ما يحتاج، لأن هذا فرع هذا. واضح؟ طيب، إذا سألناكم كيف يمكن، هذه ما تفوت على الإمام الغزالي، لماذا الإمام الغزالي أتبع الجواز العقلي بالوقوع؟ تفضل. لا، إذا كان الدليل يقدح فيه إذن يقدح. طيب، أعكس لك أنا عليك، وقد لا يسلم لك في العقل كمان، لأن من المخالفين اليهود لا يعتبرون بالنص. لا، هو ترجع إلى فهم مبحث الدلالة. لما الجواز يدل على الوقوع، يدل على جواز من باب أي دلالة؟ تضمن الالتزام. إن وقع يستلزم الجواز، الجواز العقلي. واضح؟ لكن الجواز العقلي في حد ذاته هو من باب صريح الدلالة. واضح؟ فلهذا الشيخ جمع بينهما بصريح الدلالة وبالالتزام، وأنتم تعلمون في دلالة المطابقة وهي التي يصدق عليها الصريح، وعندنا دلالة الالتزام، وعندنا دلالة التضمن، الدلالات المعروفة. واضح؟ فهو قال إن لم نحن ندلل عليه بالصريح وبالالتزام. واضح؟ طيب، نرجع إلى الدليل العقلي على أن العقل يجوز. الدليل العقلي عادة حتى يستدل بأن هذا يجوز عقلا لابد أن تأتي بعكس الدليل، وهو أن تبين أن هذا لا يمتنع عقلا، لأن ما يمتنع عقلا لا يجوز عقلا، لكن الجواز العقلي ساحته كبيرة يجوز عقلا. كيف يجوز عقلا؟ أي أنه لا يمتنع عقلا. واضح؟ وهذا الآن نحن نفهم من منهجية الشيخ كيفية الأدلة. انظر ماذا قال في الجواز العقلي. قال رحمه الله: أما جوازه عقلا فيدل عليه أنه لو امتنع
لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته. لاحظت كيف لم يقول والجواز العقلي، لأن أكبر دليل أو ألزم دليل بالجواز العقلي هو الوقوع، فهو لا يريد أن يأتيك إلى هذه المنهج، يريد أن يعكس عليك ويقول لك الجواز العقلي لأنه لو امتنع عقلاً لكان كذا وكذا، فلما بطل كذا وكذا دل على الجواز. واضح؟ ثم كأنه الآن قعد لنا قاعدة في المسألة لما يستدل بالدليل العقلي، فالشيء الذي يجوز عقلا يجوز عقلا لأنه لو امتنع موانع العقل هي ثلاثة وذكرها الشيخ، هذه لابد أن تحفظ الموانع العقلية ما هي؟ قال رحمه الله: إما ممتنعا لذاته وصورته. أن يمتنع لذاته، يمتنع إيش؟ لذاته، يعني موجود وما هو موجود، أو لما يتولد عنه من مفسدة، أو لما يتولد عنه من مفسدة، لأن المتولد من مفسدة فاسد. أيوة. أو أداء إلى محال، أو أنه يؤدي إلى محال. فهمت؟ هذه الثلاثة تعتبر من موانع من موانع الجواز العقلي: الذاتي، المفضي أو المآل إلى محال، أو المفضي أو المولد لمفسدة. واضح؟ هذه الثلاثة احفظوها. طيب، الشيخ المتتبع الآن عندكم لما رد أو بين بأنه لا يمتنع عقلا اقرأ، قال لعلكم تستنبطونه، اقرأ. قال: ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الإشكالات عنه. بدليل ما حققناه، ما أراد يتكلم، بدليل ما حققناه في معنى الرفع، في معنى الرفع. أيوة. قال: ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح، فإنا أبطلنا هذه القاعدة. فإنا أبطلنا هذه القاعدة، شوف الكلام. أيوة. وإن سامحنا بها فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات ثم يخفف عنه. طيب، أنا استنبطت من هنا ملاحظتين اثنين، فما رأيكم هذا الكلام الذي قاله الشيخ؟ انظروا فيه جيدا، وعليه أو بالأحرى نقول عليه إشكالان. بسم الله. مسألة وإن سامحنا بها، وإن سامحنا به، ما بها تنزل في مسألة، ترجع مسألة التحسين والتقبيح. ممكن قد يتنزل، التنزل لا يدل على القول، التنزل هو يدل على الإلزام، أنا أتنزل لك والتنزيل لا يقتضي، وإنما حتى ألزمك بلازم قولك. تفضل. ها الشيخ، الشيخ أنا عندي هذا الكلام الذي قرأناه الآن في المحل العقلي كله، يعني استنبطت ملاحظتين، فأنتم إما تزيدوا علي أو تبطلوها عقلا. أيوة شيخ. كيف؟ باختلاف الزمان يصح، هو من هذا الباب، هو يقول لما أمر كان فيه مصلحة، وقد يكون بعدين هو ضرب مثل الصحة، قد يكون الإنسان صحيحا فلا يجب عليه أن يأخذ الدواء
وقد يمرض فيأخذ الدواء، يمكن أن يجتمعان. ولهذا قال التنزل يمكن أن يجتمعا في الشيء مصلحة ومفسدة، يجتمعان فيه صورة لا في نفس الوقت، اختلاف الأوقات تجيز هذه الحالة. يعني أنت الشيخ أيوة الله يرضى عليك، لو تلاحظون الممتنع، الممتنع عقلا لماذا؟ لذاته وصورته، ولما يفضي ولما آله، أو المتولد عليه المفسدة. لكن كم رد على من واحدة؟ رد على اثنين، ثالثة ما ذكرهاش، التي هي إيش؟ المحال أو محال، صح؟ شوف هذه ملاحظة، لاحظتها؟ طيب الملاحظة الثانية، يعني الآن هو يبطل ثلاثة احتمالات في الموانع العقلية، وفي الأخير لم يتكلم على شيء، بل بدأ يحيلنا فيما سبق وتقدم. كأن إذن هذه المسألة هي المسألة التي تكلم عليها من قبل، وهنا مربط الفرس. هو الآن راه يبطل لنا، يبطل لنا إيش؟ يبطل لنا أنها ممنوع، أن النسخ ممنوع عقلا. قال هذا المنع العقلي لا يصح بدليل كذا، لأن الموانع هي كذا وكذا وكذا، فرد على اثنين ولم يذكر لنا الثالثة، وهذين الاثنين لم يصرح بالرد، بل قال ويمتنع أنه لذاته لأننا قد أبطلنا كما حققنا في الرفع، ولكونه متولد على مفسدة لأننا أبطلنا هذه القاعدة، وإن سلمنا جاء هنا. فكأنه إذن نستنبط على أن هذه المسألة يعني هي المسألة التي تقدمت، واضح؟ طيب بالرجوع إلى ممن أخذ الشيخ كعادته من الإمام الباقلاني، فوجدنا أن الباقلاني في هذه الثالثة نص على الاستحالة، وهو ما تقدم كذلك من إبطال مسألة البدء. قال أو الثالثة ما هو؟ أو قال أو أداء إلى محال، أو أداء إلى محال، وهو الذي أنت لما تجوز النسخ يقتضي على أن الله لم يكن يعلمه، فهو يفضي بنا إلى إيش؟ محال، إلى البدء، والبداء محال على الله. لهذا يعني الطوائف الأخرى لا نذكرها، خلينا مع أهل السنة بس، واضح؟ وكذلك رد على مسألة البداء من قبل، وقلنا وقد صرح بها كذلك الإمام الباقلاني، قال والرد على أنه لا يجوز البداء على الله من علم، من باب علم الكلام، سبق أن نبهنا عن هذا وقلنا لا نشرحها، واضح؟ فإذن هذه تدخل هنا. طيب لما تكلم الشيخ على العقل كله في المواطن الثلاث أحال على ما تقدم، ما يوحي لكم هذا؟ المسألة هي هي. إيه؟ أن المسألة هي هي. أن المسألة هي هي. من هنا جاءتنا مسألة لابد أن تنتبهوا لها. قلنا الذي يخالف في هذا مين؟ دعونا من اليهود، الآن أخرجنا اليهود وقلنا الأصل لا يتكلم عليهم، لكن هو نحن لماذا يذكرون اليهود؟ لأنه وافقهم الأصبهاني. طيب نأتي إلى الأصبهاني. الأصبهاني هذا المحققين من علمائنا، وهم أربعة، أولهم السمعاني، وبعده هذا في القواطع، وبعده الإمام ابن دقيق العيد، ولفظه قال واعلم أنه من أنكر النسخ من أهل السنة أو من أهل القبلة فإنه لا ينكر أن الحكم انتهى، وإنما ينكر الرفع، فهو يقول بأن النسخ تخصيص في الأزمان. ووافقه الإمام السبكي في ثلاثة كتب، في الرفع وفي الإبهاج، ونص عليه في جمع الجوامع، قال وهو واقع خلافا لأبي مسلم وهو يقوله تخصيصا.
ووافقه الإمام الزركشي كذلك في ثلاثة كتب، في السلاسل وهي أول مسألة في كتاب النسخ، وفي البحر، وفي شرحه على جمع الجوامع. هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم يقولون إن أبا مسلم أنكر النسخ لا لذات النسخ، وإنما هو يقول بأن النسخ هو إيش؟ أن النسخ تخصيص بالزمان. طيب بالله عليكم، إذا قلنا النسخ تخصيص بالزمان، شوف يقع لنا الخلاف لفظي، وبعدين إذا كان الخلاف لفظي نعم، إذا حققنا الآن إن ما نحن نتكلم على إثبات النسخ، وقلنا في إثبات النسخ أن هذا الرجل اختلفوا عليه، وبعد ما اختلفوا عليه أن تحقيق المناط على أنه هو يقول إيش أنكر النسخ تسمية، أيوة الله يرضى عليك، فتكون المسألة ترجع لنا إلى نفس المسألة الأولى التي هي إيش، هل النسخ رفع أو بيان؟ خلاف مع الفقهاء، أي خلاف الفقهاء مع الأصوليين، والذين يقولون بيانا ما رد قولهم إلى أن النسخ هو إيش، تخصيص في الزمان، واضح؟ لهذا انتبه إلى هذه المسألة الإمام الأبياري رحمه الله في شرحه على الجويني، وهو من أنفس ما قال هنا. الإمام الجويني ساق مثل هذه المسألة، خلاف اليهود ثم خلاف أبي مسلم هذا، يقول له الأبياري وما قاله الإمام، قال اعلم ما قاله الإمام هنا صحيح، ولكن الإمام يقول بأن النسخ بيان، فإذا المآل هو قولك، فإذا كل علماء الأصول الذين يختارون بأن النسخ بيان إذا أوردوا أبا مسلم هنا تناقض، لا نستطيع أن نقول تناقض، لكنه في الأخير هو عبارة عن تكرار إلى نفس المسألة. لكن عندنا الإمام الغزالي لا يقول بأن النسخ بيان، يقول بأن النسخ رفع، والباقلاني يقول إن النسخ رفع، فلا إشكال إذا أوردوه، لكن الإشكال من باب التكرار، تكرار المسألة، واضح؟ الإمام الجصاص مثلا وهو فقيه ويرى بأن النسخ بيان وحث عليها، حتى قال واعلم أنك إن قلت أن النسخ رفع فإنه يلزمك البداء، وهو باطل في حق الله. فنرجع إلى نفس المسألة، واضح الكلام؟ فإذا هذه المسألة الأصل فيها هي المسألة الأولى. فإذا عندنا إيراد هذه المسألة أو إثبات النسخ في كتب الأصول عندنا إشكالاً. الإشكال الأول حكاية قول اليهود، وهذا ليس موطنها، والأمر الثاني المسألة هي مسألة إيش؟ مسألة تحقيق المناط في معنى النسخ، هل هو رفع أو هو بيان. الذين قالوا بيان هم قالوا بيان لكن لا يصدقون عليه التخصيص، هو قال بأنه تخصيص، واضح؟ فتصبح المسألة هي مسألة ألفاظ، لهذا جزم هؤلاء كلهم وعليه المتأخرون كلهم على أن الخلافة بين أبي مسلم والجمهور حتى من غير جنسه أو من جنسه من المعتزلة على أن الخلافة إيش؟ الخلافة لفظي. ثم الخلاف بين الفقهاء الذين وافقوا المعتزلة هنا مثل ما سبق أن بينا وقالها الشيخ، كثير من الفقهاء وافقوا المعتزلة، لكن وافقهم مثل ما قال إما عن غير قصد أو جهل بعبارة، واضح إلى هنا؟ طيب انتهينا من المبحث الأول الذي هو المبحث العقلي، لأنه هو ما سبق، بدليل أن الشيخ قال لكم ارجعوا، واضح؟ طيب نأتي إلى الوقوع، انظر ماذا قال في الوقوع، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما وقوعه سمعا فيدل عليه الإجماع والنص. أما الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسخت شرع من قبله، إما بالكلية وإما فيما يخالفها فيه، وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للإجماع. وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ، وهم مسبوقون بهذا الإجماع،
فهذا الإجماع حجة عليهم وإن لم يكن حجة على اليهود. اسمع، قال وهذا الإجماع حجة عليهم وإن لم يكن حجة، كأنك تفهم أن الشيخ يريد يقصد الرد على اليهود. هو ما صرح وقالك وأنكره قوم ممتنع عقل، طيب مين هم؟ الشيخ ما صرح، لكن هنا علمنا بأنه أبو مسلم، لا أنه قصد اليهود، لأنه ما ذكر في البداية، كنت تقول الشيخ ما قال بأن اليهود، لكن قال هو حجة على اليهود، ثاني ليس بحجة على اليهود. ثم جمع اليهود مع أبي مسلم، كأنه ماذا يقول أبو مسلم؟ ينكر الإجماع، ينكر، لا ينكر النسخ، فيلزم بالإجماع. طيب هنا نرجع إلى الإمام الهندي رحمه الله في نهايته، وجه كذلك نوع لفتة للإمام، قال تقول بأن هذا إيش؟ إجماع. طيب إذا قلت إجماع وخالف هذا الرجل، كيف يكون هناك إجماع؟ ما أنت أصلاً تحكي خلافه، صح؟ إلا لهذا الشيخ ترى ذكي هنا في وضعه للألفاظ، قال إلا إذا حققت لنا على أن الإجماع سابق، لا سابق عليه، وهذا الذي أشار إليه الشيخ. ماذا قال؟ قال رحمه الله وهم مسبوقون بهذا الإجماع، فهذا الإجماع حجة عليهم. لكن هنا على هذا القول سيقع الشيخ في إثبات دليله على مسألتين، تثبت الإجماع وتثبت أنه سابق، وهذه مشكلة. لكن الذي ظهر لي والعلم عند الله أن الإمام الغزالي أورد هذا أو الإجماع هنا لا من باب إلزامه به في هذه المسألة، وإنما كلهم الذين حكوا عن أبي مسلم قالوا بأن أبا مسلم يقول بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع قبله، هذا هو يقول به، فلهذا هو أراد أن ينقله من الشيء المتفق عليه، بما أن الشريعة نسخت باقة الشرائع فالنسخ ضمن الشريعة الواحدة ما في مشكل، فهو من باب الإلزام في الإجماع لا من باب الإنشاء الإجماع، واضح؟ فهذه تعلقونها عندكم أن أبا مسلم نقل عنه أنه يقول ويقر بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لبعض الشرائع، فلهذا هنا الإجماع عليه بما هو مقر به، واضح؟ طيب نعم، طيب الآن هذا سوف الآن إذا شرعنا في هذا نخرج عن علم الأصول، لأن الآن سنتكلم على علم الكلام. اليهود على ثلاثة طوائف، ويقولون أن النصارى يثبتونه بالكل الملل، ولما يذكرون اليهود، اليهود ثلاثة طوائف، طائفة أثبتته مثل بقية الطوائف، وطائفة أنكرته عقلا، وطائفة أنكرته وقوعا، وكل هذا مفضي بهم إلى أن يقولوا بأن شريعة موسى ليست منسوخة، والخوض معهم قد نؤخرها إلى أن نكمل المسائل الأصولية المتعلقة ولعلنا نرجع لهم. واضح إلى هنا المسألة؟ طيب الشيخ الآن بدأ يستدل على أبي مسلم، لأنه لا يذكر اليهود، سيستدل على أبي مسلم بالآيات، وعدد بعض الآيات ثم أورد عليها الإشكال. نحن سوف نذكر آية واحدة ونبين لكم فيها واحد الإشكال، ثم نرجع ونبين يعني ما كان ينبغي أن يوضع في هذا الموطن. اقرأ عند قوله لا قد نرى تقلبه القبلة، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الدليل الثالث ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر، ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه إيش؟ هذه فروع. طيب ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب وعل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونسخ القبلة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد، شطر المسجد الحرام. طيب ما هو تعريف النسخ اللي قاله الشيخ؟ رفع الحكم.
إيه اقرأ لنا ما هو. قال رحمه الله تعالى: فنقول حده أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. طيب الآن نريد أننا نحكم مثال المثال الذي ذكره الشيخ على التعريف الذي قاله الشيخ، يتطابق ولا لا يتطابق؟ وإن قلت أحدهما فلما؟ شوف إيش قال تعريف الشيخ وشوف المثال الذي ساقه الشيخ. يتطابق. متطابق. متطابق لما؟ طبقة الشروط كلها. طبقة الشروط. طيب متطابق ليش؟ لا على التسليم بأنه النسخ على المثال. تطابق. تطابق. طيب عرف لي النسخ. قال رحمه الله انا لا انا اقول ليس بمتطابق واقول لكم لما. عرف لي النسخ. قال رحمه الله: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قال الله قالك ونسخت القبلة بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب أعطيني ما هو الخطاب الذي أوجب علينا التوجه إلى بيت المقدس؟ حسيت هذه لا الإجماع ليس بخطاب. وكيف النص ينسخ الإجماع والإجماع متأخر النص؟ لو قلت لو قلت العكس الآن قلت لي بأن النسخ هو الخطاب المتقدم، هو رفع الخطاب المتقدم الثابت بخطاب آخر. الخطاب هذا صدقتك، قلت لي هو قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب أين هو الخطاب الذي أمرنا فيه الله بأن نتوجه إلى بيت المقدس؟ تعليم جبريل للصلاة. لا ما يمكن. شوف الآن بما أن لأن على هذا القول ستضطر أنك تقول النص نسخ الإجماع، وهذا مشكل. ونحن الآن في باب التعليم التطبيقي، لأنه راح يمثل. لا أنا أعكس لك، لهذا أبو مسلم من هنا يدخل. أبو مسلم أنت بماذا تحتج عليه؟ تحتج عليه بالأمثلة. طيب يقول لك هذا المثال، هذا الاحتجاج، يقول لك طيب أعطيني النسخ الأول، الأمر الأول أو الدليل الأول الذي رفع. طيب نسخ القبلة إلى بيت المقدس. طيب ما هو الدليل الذي أمر فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأن يتوجه إلى بيت المقدس؟ تعليم جبريل الصلاة. فولي لا هذا ناسخ. طيب ما هو المنسوخ؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب هذه إن شاء الله من الموافقات، أننا سوف درس الأربعاء سنتكلم على هذا. أوردها مالك بأن جاءهم كانوا يصلون في بيتي في قباء، لكن هذه كلها أفعال، ونحن قلنا الأفعال الأصل فيها أنها مستندة إلى أقوال. علماؤنا فتشوا يعني فيه عندك واحد الآيتين يستشف منهم ولكن ليست بصريح. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والآية الأخرى قد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. لا لكن ليس صريح بأنه أمر بأن تتوجه. شوف تطبيق المثال على هذا فيه إشكال، وإن شاء الله سوف نوضحه الآن. طيب على هذا الذي قاله الشيخ من هذه الأمثلة، أو أن قلنا لهذا الآن الشيخ ساق الآيات التي تدل على النسخ، ونحن في الدرس السابق قلنا ليته قدم أو ليته ذكر في التعريف اللغوي بأن النسخ رفع أو بأنه نسخ ونسخ إلى غير بدل لو استدل بالآيات، فالشيخ أخرها هنا إلى الأمثلة. طيب فنقول والعلم عند الله بعد التصفح ما كتبه علماء الأصول،
يعني لو وضع إما مكان أو بجانب، هذا المبحث الذي عليه إشكال. بعض المسائل وهي أربعة لكانت الفائدة الأصولية في باب النسخ ألزق، وهذه المسائل الأربعة سبحان الله مسألة ذكرها الشوافع، ومسألة ذكرها الحنابلة، ومسألة ذكرها الأندلسيون، ومسألة ذكرها جماعة. نبدأ الشافعي، نبدأ بأستاذ الحنابلة رحمهم الله ورحم أئمتنا. أولا يقول علماؤنا عندنا إجماعان في باب النسخ، أولا عندنا إجماعان في باب الأصول. الإجماع الأول أجمعوا على أن القرآن لا ينسخ كله، وهذا من باب الأدلة التي يستدل بها إيش؟ هذا أبو مسلم، أجمعوا على أن القرآن لا ينسخ كله، وأجمعوا على أن شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه ناسخة لبقية الشرائع. واضح؟ طيب نأتي إلى هذا الإجماع الثاني، شريعة محمد ناسخة لبقية الشرائع. يقول الإمام الرازي في كتابه المطالب العلية، قال الشرائع المتقدمة، الشرائع المتقدمة، لأن نحن نسمع هذا الإجماع شريعة محمد ناسخة لشرائع، طيب والتي أقرت في شريعتنا؟ إذن لابد من أن نميز هذا القول. فقال الشرائع المتقدمة على قسمين، على قسمين، منفعة عقلية ومنفعة سمعية. أما المنفعة العقلية فهذه لم يدخلها النسخ حتى في شريعة محمد. قال والمنفعة العقلية هي معرفة الله وعبادته. قال ويجمعها أمران، تعظيم الله والشفقة على خلق الله. منفعة عقلية لم يدخلها النسخ وهي من الشرائع السابقة، واستدل على هذا بقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، عبادة الله تعظيم الله والإشفاق على الخلق. هذه لم ولما جاءت شريعة رسول الله لم تنسخ هذه المنفعة، لأنها إيش؟ لأنها منفعة عقلية. نأتي إلى القسم الثاني الذي هو إيش؟ المنفعة السمعية. وقال هنا يدخل النسخ من شريعة رسول الله لبقية الشرائع. وأين يدخل النسخ؟ يدخل النسخ في موطنين اثنين. الموطن الأول كيفية المنفعة العقلية، هي لا تنسخ ولكن قد يضع لها شروط، قد يضع لها أوصاف في الأوقات، فيدخلها النسخ في الكيفية. والأمر الآخر هي العبادات العادية. واضح؟ طيب فيأتي هنا وما الفائدة من النسخ؟ هذه أجابها علينا، جابها سيدنا الإمام الشافعي في الرسالة، قال واعلم أن النسخ رحمة من الله إلى عباده وشفقة عليهم. يقول الإمام الرازي وعليه، أول شيء في نسخ الشرائع الذي تحقق في شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو أن ممارسة العبادات اليوم قد يصيرها عادة، وأكبر آفة تصيب العبادة أن تفعل عادة، حتى أن تصير عادة. حتى في عندنا القاعدة عند علماء السلوك ماذا يقول؟ من تعود تلف، من تعود تلف. فلهذا وإذا صارت العبادة عادة خرجت عن مقصودها الروحي، فيظنها الفاعل مقصود لذاتها، ونسي إيش الجوهر الذي هي المقصد فيها هو التعلق بالله. فلهذا مرة تنسخ حتى لا تقول بأنها ذاتية. واضح؟ قال والأمر الثاني الإملال، النفس عادة تمل فلهذا نوع لها. ثم ذكر فائدة ثالثة وهي جليلة، قال وهذا يودن بالجنة. شوف العلماء الذين ينظرون إلى النسخ يدل على الجنة، لأن النسخ هو رفع بعض التكاليف،
فما دمت في الدنيا فالله أعطى لك هذه المهلة إلى أن تأتي إلى الجنة فترفع عن كل التكاليف، وهو نسخ، واضح؟ فأنت الآن كنا والآن خفف الله عنكم إلى أن يكون إن شاء الله دخول الجنة فترفع التكاليف، التكاليف كلها. طيب الذي الموت ليس نسخ. إيه؟ الموت ليس نسخ. الموت لا تنسخ. لا 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 يقول نسخت كاملة. لا ما لا هو لا هو ليس التكاليف كلها تنسخ في الجنة، لا يوجد دار عمل والأخرى دار جزاء وليس عمل. طيب نرجع إلى مقصودنا الآن، نقلنا هذين الإجماعين، نأتي إلى المسائل الأربعة التي كانت في الأصل أن توضع، لو وضعت في باب النسخ عند علماء الأصول لكانت أقوى. المسألة الأولى قلنا التي نص عليها السادة الحنابلة، وهذه يذكرها آل تيمية في مسودتهم، ونقلها عنهم الحنابلة البقية كصاحب التحرير وكصاحب التحبير. يقول آل تيمية رحمهم الله، قال: واعلم أن تحقق النسخ شرطه تحقق المعارضة. وهذا أصلا لابد أننا هذه الفائدة لابد أن تلقم مع التعريف. لا يقع النسخ إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقعت المعارضة. ما معنى المعارضة؟ أي أنها أي التطابق الكلي. وعليه فإن قول علمائنا الذين يقولون إن يوم عاشوراء نسخ بإيش؟ بصيام رمضان، وإن الصدقات التي كانت مفروضة نسخت بالزكاة، هذا قول غير صحيح، لأن قلنا شرط النسخ هو إيش؟ والمعارضة. طيب والمعارضة تقصد عدم الجمع، عدم إمكانية الجمع، ويصح أن تصوم رمضان، نصوم رمضان ونصوم عاشوراء، ويصح أننا نزكي وأننا نتصدق، لكن هذه قطعا منسوخة. قال: وعليه فتكون هذه وقع النسخ معها لا بها، وقع النسخ معها لا بها. واضح هنا؟ وهذا كلام نفيس. أي يكون عكسه بالمتطابق، أما إذا أمكن الجمع فما يقع هناك نسخ. واضح إلى هنا؟ طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نص عليها الشوافعي، وهذه قالها الإمام الماوردي في الحاوي في الكتاب الذي قلنا لكم، كتاب أدب القاضي، ونص عليها كذلك ابن برهان في كتابه الأصول المطبوع، وذكرها الإمام الشيرازي في شرح اللمع، وهي: هل من شرط النسخ إعلام بوقوع النسخ؟ وهذه مسألة تناولها، بل يقول الإمام الماوردي: وسمع من يقولها، وعادة حصرت في أبي الحسين المعتزلي، على أنه يقول الإمام الماوردي، قال هذا الرجل، قال: ولو إن النسخ، إن المنسوخ حامل في طياته بأنه سينسخ، هل من شرطه أم لا؟ مثال: قد نرى تقلب وجهك، يعني يوحي بأن ما أنت عليه ممكن، فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله يتوفاهن الموت أو يجعل الله. يوجد واحد النوع من إيش؟ على أن هذه الأحكام فيها إمكانية، واضح؟ طيب رد عليهم ابن برهان ورد عليهم الماوردي. الماوردي كأنه يعني أعجبه الكلام، إلا أنه قال: وما ادعاه هذا الرجل يكاد قد لا يتحقق في جميع المنسوخ، يعني لو قد نسلم له في الواحدة والتنتين لكن يصعب ذلك. أما ابن برهان قالوا: أصلا حتى يتحقق النسخ ليس هذا من دواعيه إشعار الإعلامي. لماذا؟ قال: لأن هذه المسألة
تتبع مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز، لأن عندنا البيان قد يؤخر على وقت الخطاب ولكن قد يؤخر على عن وقت الفعل وهو لا يجوز. يعني أنا تأخير البيان عن وقت في وقت القول يجوز، أنا أقول لك صلي، قلت لك إيش؟ صلي. لما أردت تصلي أقول لك صلي ركعتين، ركعتين، هذا هو البيان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقل عن وقت الفعل جاءت. ولهذا الآن عندنا في الشرع أقيموا الصلاة، لكن لما أردنا نصلي جاء رسول الله وبين. فأنت إذا اشترطت وقلت لابد من وجود الإعلام في المنسوخ على أنه سينسخ، كأنك تشترط البيان في وقت القول، وهذا لا يتأتى. واضح المسألة؟ طيب نأتي إيش هي؟ أي قال هذا القول هو مفضي إلى إيش؟ مفضي إلى القول على أن البيان، تأخير البيان عن القول لا يجوز، وهذا خلاف أو هذا لا يصح، لأن تأخير البيان عن وقت الفعل لا يجوز، وتأخير البيان في وقت القول يجوز. واضح إلى هنا؟ طيب نأتي إلى المسألة الأخرى. الإمام الماوردي سبحان الله، هذه وإن كنت أنا ما فهمتها منه، قال وهذا القول يؤيد ما يقوله الإمام أبو حنيفة على أن النسخ زيادة على النص نسخ، يعني تمشي معه، لكن أنا ما فهمتها، لأن هذه المسألة سوف تأتي معنا ولعلنا نربطها بقول الإمام الماوردي هنا. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي يقولها أهل الأندلس، وهذه قالها رجلان، الإمام ابن حزم في إحكامه والإمام ابن العربي في فصوله. قال ابن حزم فصل: وهل يجوز نسخ النسخ؟ وقال ابن العربي: وهل يجوز نسخ الناسخ؟ شفت المسألة كيف؟ الآن عندك نسخ ونسخنا، طيب هذا لأن هذا كذلك الآن من الشريعة، هل ينسخ؟ هل يجوز نسخ الناسخ ولا نسخ إيش؟ نسخ المنسوخ، وهما واحد. واضح؟ كلاهما قال ولا مانع من ذلك. طيب لأنه من الشريعة وخطاب التشريع قائم. يقول الإمام العبادي الشافعي، قال الإمام الشافعي، ولم نقف عليها في كتب الإمام، قال الإمام الشافعي: لا أعلم شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة. هذا كأنه يوحي لك بإيش؟ النسخ الناسخ. واضح؟ زاد عليه أبو بكر بن العربي وذكرها هذه كذلك في عارضته، وهو أن نسخ النسخ قال: أنا أحفظ فيها ثلاثة مسائل لا رابع لها: نكاح المتعة ونسخ القبلة فإنه نسخ مرتين ولحوم الحمر الأهلية كان حلال ثم نسخ حرام ثم أحل ثم حرم. واضح؟ ابن حزم أضاف لنا مسألة أخرى، وهي قال: وقيل، لكن صاغ بصيغة وقيل، إن الصلاة والصوم مرت على أحوال. الإمام الزركشي أضاف لنا مسألة أخرى، وهي قال: وقال بعض الناس إن مسألة جواز الكلام في الصلاة مرت على أحوال، أبيح ثم منع ثم الإشارة مرت على. واضح؟ الإشكالية أنك لو بحثت في كتب الأصول هل يجوز نسخ الناسخ لا تجدها إلا في هذين الكتابين، وهي أنا أعرف هي راجعة إلى فهم حقيقة النسخ، ولم نجد يعني فيما وقفنا عليه يعني ممن يعني لمح هذه المسألة إلا سيدنا الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه كشف المغطى، لأننا نحن معنا الآن
مسألة القبلة يعني قريب العهد بالمصادر في شرح الموطأ. قال وقد ادعى، قال والعجب من ابن العربي فإنه قال في عارضته، ونحن قالها نقول وقالها في فصوله، إن القبلة نسخت مرتين. علق عليه الشيخ قال وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي في حق الشريعة. نسخ النسخ ما يتمشى مع الشريعة، لكن سكت ليش وكيف ولما؟ فهذه الآن مجال إيش؟ مجال إعادة بحث ونظر. ثم قال وما قاله من تكرار نسخ القبلة، قال هذا سببه اضطراب الروايات، لكن لو ترجع إلى التحقيق، ولهذا نحن طرحنا الإشكال عليكم من البداية، أعطيني النسخ الأول قاع. هو قال نسختين، نحن نقول غير النسخ الأول، نسخ واحد بس أعطيني إياه، ما هو الأمر الذي أمرنا بالتوجه فيه إلى بيت الله، إلى البيت المقدس؟ واضح؟ فكأن نسخ قال إيش؟ قال هو ولا يليق، وهذا لا يليق بالشريعة. واضح؟ طيب احنا النسخ مرة واحدة وعدنا فيها الخلاف، كيف تقول لي النسخ مرتين؟ طيب هذه المسألة كم؟ ثالثة. المسألة الرابعة التي قلنا ذكرها جمع، ذكرها رجلان، ذكرها أبو الحسين القطان الشافعي، وذكرها نعم إيه؟ ثم أي لا، هو والإشكالية، الإشكالية بعضهم قد يسمي الرفع الأولي نسخ. هو الإشكالية إذا قلنا في البداية كانت حلال ولا حرام، إذا قلت أنها كانت على العادة تقول حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، أو تعكس. لا أنا قلت الكلام أقف عليه في كلام الشافعي في كتبه، لكن نقلا عن مين؟ ابن عب لا مين؟ العبادي الشافعي صاحب الطبقات. واضح إلى هنا؟ طيب نختم بالمسألة الأخيرة التي قلنا أنها هذه المسائل لا هي جوهرية في النسخ، في فهم النسخ، فهي كانت أولى بالفتق يعني من مسألة هي تكرار، وهي المسألة الأخيرة قلنا ذكرها ابن القطان وذكرها الإمام بن حزم في إحكامه، وهي النسخ. النسخ هو في المأمور ولا في الآمر؟ في الأمر ولا في المأمور؟ أي إذا قلت الأمر أي في القول ولا في الفعل؟ في الأمر أو في إيش؟ في المأمور. وكلاهما أي ابن القطان وابن حزم قالوا والصحيح أنه في القول في الأمر. إيش الفرق؟ الذي نسخ هو النص حقيقي، لكن هل هو ذلك الأمر ولا فعلنا للأمر؟ هم يقولوا لأن ما ننسخ من آية لا، لكن وانتهت المسألة عند الإمامين يعني ما طولوا فيها، ولكن هي مسألة يعني تحتاج إلى إمعان نظر. أنا ظهر لي أو جاءني ما أدري هل يصدق عليها أم لا، ونحن الآن في مجلس مذاكرة، لما نسخت إذا قلنا على هذا يعني تمشيا، لما نسخت القبلة ألم في البخاري ألم يقع من بعض الصحابة نوع تلوم؟ على ماذا؟ على أفعالهم.
لهذا نزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع أعمالكم. طيب هم لماذا إذا نسخ القول مثل ما قلنا الآن، طيب ما أفعالنا؟ طيب إذن كأنهم يعني فيه نوع التماس على أن ممكن أن الفعل قد يدخله هذا النسخ، واضح؟ مثال آخر، يعني هل هذا يصح أم لا يصح؟ نحن الآن من باب إيش؟ يعني من باب لعل، لكن هذا ماذا إصداقيتها؟ الأمر الآخر، لما نزل تحريم الخمر نزل إيش؟ تحريم الخمر. إذا قلنا أن مسألة هي مسألة إيش؟ رفع الحكم، الإباحة ثم رفع بالله، ولهذا في الخمر هل هي إباحة شرعية؟ إشكال. ألم يتحصر على الذين ماتوا وكانوا قد شربوها؟ بل تحصر الذين هي في بطونهم، نزل الحكم في بطونهم، وثبت عنهم أنه فيهم من تقيأها. إذن هل إذن الفعل في النسخ له حظ من النظر في تحقيقه، واضح إلى هنا؟ هذا الذي يعني قد يقال، والإمام الغزالي رحمه الله يعني ذكر هذه المسألة بهذه الفروع، وقلنا مشينا على ما قاله إيش؟ على ما قاله الإمام ابن رشد على أن هاتين المسألتين ليست من هذا المحل. وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.